سلام عليكم. سلام عليكم. نعم مولانا، حياك الله، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. فالأولى أخ أحمد ندعو الله سبحانه وتعالى ونطلب منه النصر، أم ندعو الإمام المهدي عجل الله فرجه؟ الله يعجل فرجه. الأولى ندعو من؟ ندعو الله. أحسنت، الله يفتح ويشرح صدرك يا رب. طيب ليش البعض بيدعو الأئمة ويذهب عند قبر الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء أو قبر الإمام علي في النجف ويقف ويقول: يا إمام، يا زينب، يا فلان، أنا أتيتك مريض ولن أخرج من هنا حتى أشفى، ويأتي بالطفل الصغير ويدعو أمام القبر أو يربطوه. تعرف إنهم بيربطوا الأطفال ساعات في القبر أخ أحمد، رأيتهم أنت بعينك؟ الأئمة يا أخي نعم، وسيلة إلى الله، يعني اربط نفسي في مو ندعي بيهم، يعني اربط نفسي في ندعي حبل في بيهم القبر وسيلة يعني. إلى الله. طب اللي بيربطوا انفسهم بحبل عند القبر، هذه بيأخذوا الواسطة بينهم وبين الله؟ لان انا عندي يعني قرأت ورأيت ان كانوا بيربطوا الائمة، كانوا بيربطوا بعض الاطفال عند قبور الائمة سلام الله عليهم. أنت مبين مصري ومو انا مصري. احسنت، ما شاء الله، انت تفهم مصري؟ عرفتك، تفهم مصري؟ افهم. ايوه اي حياك. بتحب اللهجة زين، انت المصرية؟ ليش يعني انت مخلي صورة سيد متنكر بيه؟ شنو السبب؟ هقول لك ان شاء الله، يعني ان شاء الله انا موالس، انا مصري وموالي. انا في ايدي الان كتاب 450 قصة عجيبة، بيذكر لنا الكتاب ده ان البعض كان بيمرض فكانوا ياخدوه يربطوه بحبل في ضريح الامام. فليه بيربطوا البعض بحبل في ضريح الامام؟ يربط بنته بحبل ويطلع خارج الضريح والله بقى ياكل؟ والله انا والله ما شايف انا ولا يربطون والله، حبل. والله بيفعل، وعندي اشياء من ذلك والله، وقد اعرضها لك ان احببت. وبيربطوه بشريطه خضراء، يربطوا في الضريح بشريطه خضراء، ويربطوا المريض بشريطه خضراء في الضريح. في ما قصه يربطه هذا، شو اسمه؟ علق هذا يسمونه، يسموه ايش؟ علق. علق. اي يعني ايه علق؟ يعني شلون نقول مراد يعني. اطلب مرادك من الامام، اطلب مرادك من اي المعصوم. صحيح. من المعصوم، المعصوم وسيلة الى الله ندعي به، ما احنا المصيبة ان احنا لا مو هذا، نطلب من عند الحاجة. ولكن هذا شرك يا استاذ احمد. انت تعرف لماذا؟ لان كان نفس حجة ابو جهل وكان نفس حجة ابو لهب، كانوا بيقولوا: ما ندعوهم الا ليقربونا الى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فنفس كان ما كان بيفعل ابو جهل مع لات وعزى وهبل، وابو لهب مع لات وعزى وهبل، الشيعة الان بيفعلوا مع الائمة الاثني عشر كده يعني، او حينما يذهبون الى هذه الاضرحة. لا يعني انا في ايدي توام والله. انت موالي، انت مو موالي، انت مو شيعي. لا موالي، موالي، بس لا اجد ان انا اتوسل بالائمه او اجعلهم واسطه بيني وبين الله او اطلب من الائمه. انا قرات في القران يا احمد، وجدت ان الله سبحانه وتعالى يطلب منا ان ندعوه هو وحده سبحانه وتعالى، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، هو الحي لا اله الا هو فادعوه. انت يا احمد، الامام الحسين سلام الله عليه كان بيدعو من؟ يدعو الله. وكان بيأخذ واسطة بينه وبين الله، ولا يدعو الله مباشرة؟ لا مباشرة، طب مباشرة. لماذا احنا لا نفعل مثل الإمام الحسين يا أحمد وندعو الله مباشرة؟ واحنا ذولا نقتدي بيهم، ما أنت هم تقتدي بيهم الوسيلة، بقى وتدعو الله مباشرة يا أحمد. وسيلة لا، ما احنا قلنا لمحمد. بقى الوسيلة في القرآن يا أحمد: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دي وسيلة، وسيل ربنا امنا فاغفر لنا فانا اتوسل بعملي الصالح، اتوسل باسماء الله وصفاته، لكن لا اتي الى مخلوق مثلي حتى وان كنت تزعم انه معصوم
وادعوه واجعله ادعوه كما ادعو الله سبحانه وتعالى. لا يا احمد، انت تعرف يا احمد، انت لو جيت الان وطلبت مني مال مره واثنين وثلاثه انا اغضب، طلبت مني ملابس انا اغضب، طلبت مني طعام مره واثنين وثلاثه انا اغضب، لكن شوف بقى، الله يغضب حين يسال غيره، وبني ادم حين يسال يغضب. فانا بني ادم لا يحب ان يطلب منه، لكن الله سبحانه وتعالى يحب ان تطلب منه وان تساله، فاسال الله وحده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم ابن عباس قال يا غلام، قال اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام. فعلمه ان يطلب من الله ويستعين بالله، اذا سالت فاسال الله. اي احمد، لو انا هذا الفاتحة على احمد ما عفوا، مش عيب يا احمد، يعني انا بكلمك في القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، يجيك زبون تسيبني؟ لا خذ يا احمد. احمد لابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اذا سالت فاسالني واذا استعنت فاستعن بي، كان يعلم الغلام اذا سالت فاسال الله. وهذا هو التوحيد يا احمد اللي انتم حرمتم منه في العراق بعد حكم الملالي يا احمد، وقبله يعني كل شيء حرموا منه. احمد انا بس اسمعني تفضل. حسب ما فهمت من عندك الشيعة ما يدعون لله، صح لهم صح؟ لا لا، بيدعوا الله بس مش بمعنى، يعني مثلا مشركو قريش كانوا بيدعوا من؟ مشركو قريش كانوا يدعون اللات وعزى وهبل، أليس كذلك يا أحمد؟ كانوا بيدعوا الأصنام من دون الله تبارك وتعالى. لذلك ما تفتح في سورة يونس يا أحمد، الله سبحانه وتعالى يقول ماذا في سورة يونس؟ إن الذين لا خليك معايا يا أحمد. هو الذي يسيركم، شوف بقى مشركو قريش مثلا أو هؤلاء المشركين، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. مشركو قريش كانوا في الضراء يا أحمد بيدعوا الله مخلصين له الدين، لكن الشيعة في السراء والضراء يدعوا الأئمة من دون الله. فلذلك شرك الشيعة تفوقوا في شركهم على مشركو قريش. مشركو قريش كانوا عند في الضراء والشدائد كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين، فلما نجوا من البر إذا هم يشركون، فكانوا يرجعوا للشرك تاني. لكن أنتوا للأسف ما عندهاش ولد وفي بلاء تذهب تجري إلى قبر الإمام الحسين، مريض وتعبان يذهب جري الى قبر الامام الحسين ليه يا احمد كده؟ لا أحمد. مستحيل هذا الحكي، حكي كله مو صحيح. والله يا احمد انا اعلم بمعتقدك اكثر منك ورب الكعبه، والله بيحدث، انا اعلم بمعتقدك وعندي فيديوهات، مش هقول لك روايات، لو عايز اقرا لك الان قصه شفاء امراه ارمنيه من العقم، قصه شفاء، وبيربطوا الولد ويربطوهم عند عند الامام وعند الضريح. لا هسه احنا 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 تقول ما ندعي الله بس الائمه. لا، بتدعو الله والائمه وجعلتم مع الله شركاء. لا مو شركاء، وسيلة ذولا. ما احنا قلنا الوسيلة دي يا احمد كان نفس فعل مشركو قريش. لا لا، هسه انت الوسيلة من تريد توصل مكان، شلون توصل له؟ بالسيارة. بالسيارة. الأئمة وسيلة نوصل بهم إلى الله. يعني الأئمة سيارة؟ مثل. مثل ايه بس يا احمد؟ هم يوصلونا لله. لا 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 لا، انت لو تقصد وسيله يعرفون طريق الله سبحانه وتعالى، فعندنا القران وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم والدين كامل ابو محمد صلى الله عليه وسلم. اما لو تقصد يا احمد ان هم وسيله يوصلنا الى الله، ندعوهم نجعلهم واسطه بيننا وبين الله، الله لا يريد منك ذلك. الله لا يريد منك ذلك يا احمد، الله يغضب عليك من هذا الشرك. احنا عرفنا الله من خلال انبيائه، صح لو مو صح؟ نعم. شوف يا احمد، انا في ايدي الان في كتاب 450 قصه عجيبه في هذا الكتاب يا احمد. بص، هذا اسم هذا الكتاب هو 450 قصه عجيبه، هذا الكتاب يا احمد. خلاص 450 قصه عجيبه. بيقول لك ايه يا احمد؟ مثلا في قصه
شفاء طفل يبلغ من العمر سنتين. بيقول لك هو ذكر السيد سلمان قال طعم في الكرامات المنظورة، قال أحد السادة الأجلاء وعمره 70 عاما، كنت في حرم أبي الفضل العباس أؤدي الزيارة، وبعد أن أتممت الصلاة والزيارة التفت إلى زائر يسأل أحد خدمة الروضة المطهرة قائلا له ماذا رأيت من كرامات أبي الفضل العباس؟ فقال أجابه خادم الروضة في ذات يوم جاءت إلى الحضرة العباسية المقدسة امرأة تحمل طفلا ملفوفا بخرق ورمته عند الضريع. خلاص بقى جت للشافي للمعافي، قامت واخده الطفل اللي في الخرق دوت ملفوف في خرق ورمته على ضريحه، ورمته عند ضريحه ابي الفضل، وقالت يا ابا الفضل خذ هذا الطفل ولا اريده، وخرجت من الحرم. انت رزقتني بطفل مريض يا ابا الفضل، خذ هذا الطفل ولا اريده يا ابا الفضل. ورمت الطفل فين؟ عند الحرم، وخرجت عند حرم ابي الفضل. ولدي وصولها الى احد ابواب الصحن وهي تهم بالخروج الى المنزل، وهي خلاص بقى رميته وسابته مريض ما بيتحركش ولا اي حاجه، وهمت وخرجت بعدها وخارجه من الصحن، اذا بالطفل هو ابن سنتين يركض وراءها ويصرخ. قام الطفل اللي في خرق ومشلول ومسموم قام يجري ويجري وراها اكتر من الطفل اللي عنده 14 سنه. فحدثت ضجه صاخبه في الحضره والصحن، والناس بقى اوعى يالا الامام شفى الولا يالا، ويسقفوا ويزغرطوا والحاجات من دي، وطلع الطفل شاف. بالله عليك يا احمد، في واحده تعمل، والقصص كتير كده قدامي ورب الكعبه كثيره كده يا احمد. يعني انت سؤال، انت قلت موالي يا عم، بقى سيبك مني، نعم انا موالي لآل البيت بس ما بصدقش الحاجات دي. لا انت مو موالي، انت شنو وهابي لو حنفي لو شنو؟ لا موالي موالي، بس انت مالك ومالي دلوقتي يا احمد؟ انت تصدق ده؟ مو موالي انت. لا صدقني موالي موالي يا احمد، ايه انت مش مصدقني من اللي انا بقوله لك يا احمد؟ والله امام الان قصه شفاء فتاه عمياء، اسمع دي يا احمد. ذكر الشيخ علي مير خلف زاده نقلا عن كتاب ليالي مكه، قال نقل السيد حسن الابتحي، فقال ذهبت يوما الى حرم رؤوس الشهداء في منطقة الباب الصغير، فلم يكن في الحر احد سوى شاب تقوقع في زاوية من الحرم، اطرق برأسه الى ركبتيه وكأنه نائم، وكنت بدوري وحيدا، فزرت زيارة مختصرة واخذت اصلي صلاة الزيارة قرب ذلك الشاب. بعد الصلاة رفع الشاب رأسه وقال لي لم اكن نائما وكنت مفتح العينين، عمل لي كده، لكني كنت أرى جميع الشهداء الذين دفنت رؤوسهم هنا، كنت أراهم حاضرين ويقضون حوائج زائريهم، حتى الشهداء اللي هناك ووعدوني بقضاء إحدى حاجات الهامة هذه الليلة، فهل هذه الرؤية أو الصحوة حقيقة؟ قلت إذا صبرت الوقت بعد الوقت فستتضح لك الحقيقة، ده هي كلها ليلة ونشوف. فقال وكيف ذلك؟ قال إذا قضيت حاجتك هذه الليلة فستدرك أنها حقيقية، وإلا فلعل الذي شاهدته كان تخيلا ليس إلا. فقال سأبين لك حاجتي وما وعدت به وما وعدت به من قبل هؤلاء الشهداء لتكون شاهدا معي. عندي ابنة ولدت عمياء، بيقول أنا عندي طفلة ولدت عمياء وهي ذكية جدا، وقد سألتني اليوم ما معنى ما يقولونه هذا الشيء الجميل وذاك الشيء القبيح. بتقول له إيه يعني ده شيء جميل وده شيء قبيح وأنا ما بشوفش، إيه معناه؟ فقلت لها لأنك يا ابنتي عمياء لا يمكنك أن تفهمي ذلك. فقالت وكيف يمكن الإنسان أن يصبح بصيرا؟ طب إزاي يصبح الإنسان بصيرا؟ فقلت البعض يولد له عينين والبعض يولد له ليس عينين، وقد ولدت إلا. فقالت ليس هناك من سبيل لأكون بصيرة، ما فيش أي سبيل أكون بصيرة، وإذا مرضت فهو يشفين، لكن هذا ما موجود عند الشيعة. قلت نعم، إذا توسلنا بأهل بيت العصمة والطهارة فقد يعيدون لك بصرك، الأئمة ممكن يعيدوا لك بصرك. قالت إذا افعل ذلك يا أبي وعلمني لأتوسل بهم أيضا لعلي أصبح بصيرة. فأبكتني بكلماتها هذه ووضعتها في البيت لجهة القبلة، وقلت لها قولي ورددي يا أبا الفضل امنحني بصري، بيعلمها بقى بيقول لها قولي يا أبا الفضل امنحني بصري، يا أبا الفضل امنحني بصري حتى أعود إليك، وقد أتيت بدوري إلى هنا وحاجتي هي شفاء ابنتي، فرأيت هذه الرؤية. هو نايم بقى مقوقع كده شاف الشهداء الموجودين حوالين أبو الفضل جايين بيقضوا حوائج فلان وفلان، وأنت عايز فلوس وأنت عايز متعة وأنت عايز خمس كل ده. فقلت له حسنا إذا أبصرت ابنتك إذا فما رأيته كان مشاهدة. وأخذني الرجل إلى بيته وأراني ابنتي وقال لي عد إلى هنا غدا صباحا لتعرف ما حصل، تعال لنا بكرة وتعرف إيه اللي هيحصل لابنتي. وكان بيته على طريقنا في شارع الأمين، وفي الغد توجهنا إلى بيته فوجدت الناس يدخلون إلى البيت ويخرجون منه،
فسألت ما الخبر؟ أكيد عرفتم الخبر. فسألت ما الخبر؟ قالوا لقد شفيت فتاة عمياء في الليلة الماضية ببركة أبي الفضل العباس. صل على محمد وآل محمد يا أحمد. أفا سكرت على أحمد؟ قالت فلقد شفيت فتاة عمياء في الليلة الماضية ببركة أبي الفضل العباس. فدخلت الدار فدخلت الدار فوجدت الفتاة بعينين جميلتين. الإمام رجع لها عينين وعينين جميلة قوي. قد أبصرت بهما وقد جلس أبوها إلى جانبي وعندما رآني قال أرأيت؟ لقد كان ما رأيته مشاهدة حقيقية وقد شفاها أبو الفضل العباس. وده مذكور في كتاب الكرامات الحسينية صفحة 138 ومذكور في كتاب 450 قصة عجيبة في صفحة 534 فقد شفاها أبو الفضل العباس. إيه رأيكم يا شيعة؟ إيه رأيكم يا شيعة؟ من الشافي؟ من المعافي؟ ويجي يقول لي إحنا لا نطلب في السراء والضراء. والله كذب. في السراء والضراء يطلبون من من؟ ده لو كان قصة حقيقية كان طلعوها في كل الجرايد وفي كل الفيديوهات وفي كل القنوات الشعبية. في السراء والضراء يدعون من؟ يدعون آل البيت. طيب أبو الفضل العباس ده يا أحمد قطعت أكفه، لماذا لم يرجع لنفسه أكف هذه التي قطعت؟ أه أنتوا بتحطوا خمسة وخميسة كده على كفوف على أساس أنها كفوف أبو الفضل العباس وراكم في الحسينيات وفي المحاضرات. تصدقون هذا يا أحمد؟ تصدقون هذا؟ وإذا مرضت فهو يشفين. أحمد بتصل عليه والله لا يريد الرد. الله المستعان. أهم حاجة أنت مو موالي، أنت مو ليه؟ لأنك لا تصدق بمثل هذه الخرافات، يبقى أنت لست موالي لآل البيت. لأنك لم تصدق بمثل هذه الخرافات. ما شاء الله. أطلنا عليكم أيها الأكارم اليوم. بفضل الله تبارك وتعالى كان بثنا اليوم أكثر من ساعتين. نسأل أن يوفقنا وإياكم. وأن يهدي عوام الشيعة. وأقول في الختام إلى عقلاء الشيعة، حكموا القرآن الكريم واحذروا أن تسمعوا لهذه الأكاذيب أو تصدقوا لهذه الأكاذيب. فالنصرانية واليهودية عندهم مثل هذا ويحكون مثل هذا، ونحن عندنا هذا الكتاب المقدس، هذا القرآن العظيم، هذا الكتاب الذي أنزل على نبيكم. تمسكوا به يا عقلاء الشيعة ولا تصدقون هؤلاء المعممين، ودعكم من هذه الديانة. اللهم اهد عوام الشيعة وخذ بأيديهم إلى نور التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. وقبل أن أختم أقول كل من هو موجود معنا في البث الآن قبل أن يخرج يضع لايك، جزاكم الله خيرا على الفيديو، ومن لم يشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس حتى يصل إليكم كل ما هو جديد. انتظرونا غدا في بث جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.